الحقيقة إن الواحد بيبقى دايما حريص على أي شيء فيه صالح البلد. من وإحنا صغيرين إحنا يمكن من جيل اتربى وتعلم إن كل حياته تبقى من أجل مصر. يعني أنا أتذكر في ما أذكر يعني إن إحنا زمان كنا بنعمل معسكرات عمل في الصيف، نشق طرق، نبني حاجة، نعمل تطعيمات، نرافق حملات للتطعيم ضد أمراض وأوبئة. ده كان اهتمامنا، ده كان دي كانت فرحتنا، بتبقى فرحتنا كده في اجازاتنا. بنعمل ده عشان البلد، وعشان لما نكبر نلاقي حاجه نستند عليها. دلوقتي احنا بنعمل عشان ولادنا لما يكبروا يقدروا يستمتعوا ويجنوا ثمار الجهد اللي انا شايفه الحقيقه معمول في البلد الايام دي. حضرتك بتتكلم عن المستقبل وعن الاولاد والاجيال القادمه، بس في ناس كتير بتطالب ان النهارده انا عايزه اكل واشرب وانام النهارده، ما بيبصوش لقدام. الناس دي حضرتك كفنان برضو بتمثل جزء كبير جدا من الشعب بفنك وبتخاطب العقول والروح، بتقول لهم ايه؟ بقول لهم ان الهدم سهل. انا ممكن اهد عماره في ساعه زمن، بس عشان ابنيها محتاج شهور ومحتاج يمكن سنه. احنا في دوله اتهدت في سنة أو سنتين، اتهدت البنية الأساسية للدولة، اتهدت أخلاقيات الناس، اتهدت حاجات كتير قوي. عشان نبني الحكاية دي محتاجين وقت ومحتاجين نصبر شوية. مش بالضرورة احنا نجني دلوقتي، انما نجني بعد 5 سنين 10 سنين. الدول كلها بتعمل خطط خمسية وعشرية، مفيش حد بيعمل خطة يومية، مفيش دولة في العالم بتبني على خطط يومية. انما انا بس عايز ان احنا ايه نمشي بشكل متوازي بين الخطط على المدى البعيد والمدى القصير، تنمية على المدى البعيد وتنمية على المدى القصير. المدى القصير هيبقى أقل شوية دلوقتي نتيجة إن إحنا بقالنا يمكن 5 سنين الموارد معدومة شوية، بنحاول إن نمهد الأرض عشان نجتذب استثمار. أنت بتتنقلي بشكل علمي بقى من مجتمع كان اشتراكي الى مجتمع رأسمالي، مش بالشكل اللي حصل في السبعينيات، انما بشكل علمي بقى انت بتتنقلي بشكل علمي. واول حاجه في الشكل العلمي هو تحرير الجنيه، انك تحرري سعر الجنيه عشان تقدري تعملي النقله الاقتصاديه من نظام اقتصادي الى نظام اخر. يمكن الناس اللي دارسين اقتصاد هيفهموا في الحكايه دي اكتر مننا، انما هو ده الواقع، ان احنا دلوقتي يبقى في شكل علمي للانتقال ده.